نص كلمة بقلم أحمد رجب شكرا للمستشار عدلي منصور الذي كان رئيسا مؤقتا وكان مثالا رائعا للاحترام واحترام الآخرين وهو يذكرني بعمالقة القانون وكانوا يحملون رتبة البشوية وكانوا يمتحنوننا كل عام في الحقوق كان يتملكنا الخوف من الأسئلة والحوار المرتقب وكنا نكتشف بعد كل امتحان انهم يخفون تحت ثياب القانون طيبه ابويه وعطفا ومعامله انسانيه تماما كالمستشار عدل منصور الذي نكرر له كل الشكر والتقدير